بس لنكون القصص بمحلها. ما بخبركم. طلع برسالات كمان، انا عم اسمع نصيحه كارلا كثير طيبه، شايف سلم ايديك غير شكل. على كل حال بدي اقول لكم شغله، انه بعدني عم بتلقى الكومنتس على موضوع تحضر نشرات الاخبار عبر صفحه الفيسبوك ولا لا، كثير عم يجيبوني. بعد شوي رح نقرا بعض الكومنتس، بس ما نروح عند كندا والجاردن شو يلي صار من كم يوم. مرقت وهيك ذكرتك بالجاردن شو كثير. كيف حبيت؟ حلو؟ حلو. كل سنة يعني بيكون حلو. صحيح، وهالسنة كمان مثل كل سنة بيكون جاردن شو موعد مميز كل الناس بتنطره. هالسنة كان كمان فيه كتير اشياء حلوة، فيه كتير اشياء جديدة قديمة فينا نقول، لانه العنوان يلي انحط لهالسنة للجاردن شو هو رجعت ايام صيفية. رجعت ايام صيفية شوي بتذكرنا باجواء اللبنانية، اجواء الضيعة، وكان هيدا هو التام او الموضوع يلي اكثر شيء جربنا انه نشدد عليه بكل المشاتل يلي كانت عارضة، وال حتى الجنينات يلي كانت موجودة. نجرب نرجع لجنينات القديمة، جنينات اللبنانية يلي بتخبر قصة، مش بس انه هي قصة ديزاين، وانما هي تراث، هي طريقة عيش هنا، وهي بنباتات بنعرفها وبنعرف كيف نتعامل معها من زمان. كثير انا برجع بشجع انه نزرع عريشه، نزرع زيتونه، اكدنه، رمانه، كل هالاشياء، الجردينيا، الفل والياسمين يلي الفل في كثير اشخاص بحبوه، وخاصه جيل قبل، وبيضلوا بيقولوا لي ما عم نلاقي بالمشاتل. انا بشجع انه نرجع ننتجهم، نرجع كمان قبل ما تفرجينا وتقولينا اكثر. انا بدي اقول لك ثانك يو لانك دكتور شاطره. ايه ما هيك؟ ايه خلص اخذت الشهاده هلا. هيدي عندي بالبيت الاوركيدي، يعني رجعت عاشت. نعم نشيت وفرخت، وليك اسم الله اطول زهره اوركيدي شايفها. خي هيدي ايدك خضرة. فانا اللي بدي اقوله انه كمان بالجاردن شو جوزيف ما كان في لزوم تحضر الوركشوب، يعني خلص كنت انت قطعت من زمان، لانه عملنا ورشه عمل خاصه بالاوركيدي والجاردينيا هالنبتين يلي كثير من الاشخاص بحبوهم. وعاده اذا هيك بنعمل احصاءات بتشوف انه اذا حدا عنده اي نبته بالبيت ممكن انها تكون هيك بحبها وبيهتم فيها، فهن الاوركيدي بالداخل والجاردينيا بالخارج. ومش هيك كنا مخصصنا ورشه عمل خاصه فيها بنحكي عنها خلال هالاسبوع بالتفصيل اكثر. ولكن هلا خلينا نشوف شوي ضمن هالتقرير كيف كانت اجواء الجاردن شو لسنه 2015. نشوف سوا. بحب الورد، الانسان بلا ورد وبلا حياه ما بيقدر يعيش، والورد اللي هي الحياه والخضار. انا بحب الفل المكبس، بحب ريحته، او الورد الجوري، بحب هيك اللي له ريحه واللون حلو. هو الشغلات اللي بياخذوها النسوان للمطبخ تبعهم، من حبق لنعنع لزعتر. ليك عم نشارك فور فان، عندنا لوكال برودكشن كثير مهم، عندنا ورد، عندنا كريزانتان، تقريبا كل الاشياء تبع العراق صارت موجودة عندنا لوكالي. إذا بتطلعي هون تقريبا هذا الأرانجمون كلياته لوكال برودكشن. السنة عندنا كونسبت مختلف، هو ترانزيشن من الماضي للمستقبل. هاي جنينة فيها هون فيها نقول مودرن، كثير مودرن. ثاني ميل هي جنينة شوي أولد ستايل، أكيد حسب ذوق الأشخاص. عم نعطي سامبل حلوة للناس يشوفوها. الديكور كله انه كيف كانت ايام زمان هالعربيه تراديشنال، تحمل كل شيء، يعني الزيتون فيها، الكروفشيه فيها، مش ضروري تقوم من كرستك، فيك تعمل هالاسكيب انت وقاعد. نحن وي جاست هيك عم نعمل سينري، بس مثل كانه سان بموفي، اتس فلاش باك. عملت كل السيت اب
مثل ما كانوا الملاعب يلي كانوا من زمان بلاي جراوند تبع الاولاد مع المرجوحه وكل هدول الشغلات. بس نقول للعالم اللي بيعملوا جنينات مش بس يشتروا شتله ويزرعوها، بس اتليست يفكروا كيف بدهم يستعملوها، يستعملوا البلانت تو سيرف بيربز. حلو نتفرج على اشياء هيك ننبسط نمتع نظرنا، مش انه بس نتعود نشوف الاشياء المش حلوه. انا بيي بلش ب 78 وبعده اليوم نقطع ببيروت او بالجبل او بالله، هي زرعتها سنه ال 80، هي زرعتها سنه 85، واليوم بشوف ريزلتس الفاينل شيب اذا بدك لشجرات عمرها 20 25 سنه مزروعين. حلو الربيع، حلو الصيفية، شفت؟ كثير عجبني الريباون اللي قصيتوه. هيدا دايما على الافتتاح بيكون مزهر وملون لحتى يقول انه عم نفتتح شيء فعلا ان شاء الله بيلون كل صيفيتنا. الجاردن شو خلص الجاردن شو؟ ايه خلص نهار السبت، واكيد بضل ذكرى وبضل موعد ينتظروه كل الناس، كل محبي الخضار، كل محبي ميدان سبق الخيل، لانه فعلا هي وحده من المساحات الخضراء الجميله جدا يلي بعدها بقيت لنا ببيروت، وان شاء الله تضل لانه عن جد نحن حاجة لهالشي. والدليل انه خلال هالمعرض الاف والاف من الزوار بيجوا لحتى يتعرفوا على الاشياء الجديدة، ولكن كمان لحتى يزوروا هالمكان الحلو كتير ويلي ان شاء الله نقدر نضلنا محافظين عليه. مثل ما قلت هالسنة كان العنوان هو الانتقال من الحداثة من الديزاين. صحيح انه حلو واحد يعمل ديزاين او ينسق جنينته بشكل هيك انيق وكل شيء، بس كمان اللي الحلو انه يرجع للماضي، يعني نستوحي الفوضى بالخضار تبعتنا. الفوضى بالخضار حلوه، وفي ايام كثير حلو انه نستوحي من نحن شو من طبيعتنا شو هي، لانه كثير ايام عم نستورد الافكار مثل ما هي بنجي نطبقها عنا بالبيت. هالبيت يلي بيقدر يكون موجود بلبنان مثل ما بيقدر يكون موجود ب اليونان مثل ما بيقدر يكون موجود بنيويورك، هو ذاته في اشياء لها طابع خاص، لها الطابع اللبناني، هي اللي عم نرجع نجرب انه نحييها ونضل محافظين عليها تنضل نعرف انه نحن عايشين ببلد حلو كثير. نحن رح نحكي عن هالموضوع كمان خلال هالموسم هيدا، كيف نقدر انه نرجع نشجع نعمل جنينتنا على الطريقه اللبنانيه، ولكن اليوم عندي كمان مجموعه من الاسئله جوزيف يلي رح جاوب عليها. بدي اقول لكل الاشخاص يلي عاده بينتظروا اتصالاتنا اليوم، بدي اعتذر انه ما رح اخذ اتصالات مباشره، عندي كميات كثير كبيره من الواتساب والايميلز وكل الرسائل يلي عم توصلني يلي عن جد لازم اني جاوب عليها، والا بيخلص الموسم وبعد ما لقينا الحل. انا بدي ارجع اذكر يلي بعثوا لنا واتساب او سؤال، اذا فيني بعثوا لنا الصوره، يعني لانه انت اوقات عم تفتشي كمان على الصوره تحطيها حتى ما نكون عم نحكي عن شيء مش موجود. بس اجمالا اكثريه الاسئله عم توصل، يعني اغلبيه الاشخاص اللي عم بيبعثوا صورة. مع صور اكيد بيكون افضل انه نبعث مع الصوره لحتى مثل ما قلت نقدر نجاوب بشكل صحيح، وخاصه اذا في شيء غلط بقدر شوفه وساعتها بيكون جوابي اكيد اكثر من انه ترجيحات هيك او هيك. رح بلش باول سؤال وهو من ميرنا رحمه، بتسال سؤال عن الاوركيدي، رح نشوف صوره الاوركيدي يلي عند